وقد بدأت الجزائر صباح اليوم المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي بالسماح باستئناف العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية. والحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية مراسلنا فيصل مطاوي. فيصل، كيف تبدو الأجواء وكيف تفاعل المواطنون مع تخفيف الحجر الصحي؟ نعم، بالفعل التخفيف سيكون على مراحل، اليوم الأحد 7 جوان، ثم تكون ربما مرحلة ثانية في الأسبوع القادم. طبعا السلطات تقول الكل مرتبط بتطور الحالة الصحية في البلاد. الكثير من التجار رحبوا بالقرار، خاصة تجار مثلا الوكالات العقارية، وكالة السفر، محلات الحلويات، بيع المثلجات، الأجهزة الإلكترونية إلى غيرها. ولكن القرار يعني لم يشمل المطاعم والمقاهي، وكذلك لم يشمل بعض قطاعات النقل، وكان يعني سيارات أصحاب سيارات الأجرة قد عبروا عن غضبهم وتساءلوا لماذا السلطات استثنت هذا النوع من النقل في الوقت الراهن. وهناك عدة إجراءات تتخذ من قبل التجار، والسلطات أكدت في حول هذا الموضوع، منها اتخاذ كل التدابير من تعقيم أدوات العمل، تعقيم المحلات، منع دخول الكثير من الزبائن المحلات، وضع الكمامات إلى غير ذلك. وهناك اليوم كما مثل ما لاحظنا رقابة من قبل المصالح التجارية المكلفة بذلك، يعني تفادي أن لا يحترم التجار تلك القرارات، لأن عدمها يعني غلق المحلات. فيما بعض النسوة عبروا عن امتعاضهن يعني بسبب عدم فتح صالونات الحلاقة بالنسبة للنساء خلافا للرجال، وطلبوا من السلطات أن تنظر في الأمر على الأقل في الأسبوع المقبل. هل بدأت تتكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد الجزائري بشكل عام؟ نعم، بسبب الخبراء الكثير الاقتصاد الجزائري خسر الكثير، خاصة في قطاع الصناعة، لأن قطاع الفلاحة وصل العمل، واليوم بدأ يعني ورشات البناء والأشغال العمومية بدأت بسبب قرار من الحكومة، ولكن هناك قطاعات أخرى تشتكي من عدم العودة إلى النشاط، الصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة وكذلك بعض الصناعات الثقيلة. منظمات أرباب العمل طلبت من السلطات بعض المساعدات على الأقل من الضرائب، ولكن تبدو خسائر كبيرة، ولم يتم لحد اللحظة تقييم يعني واضح لهذا الأمر في وقت تعيش الجزائر وضعية اقتصادية صعبة مع تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية. فيصل مطاوي مراسلنا من الجزائر، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.